السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي معانا ده راديو ناشونال، جالنا قبل كده في القناة بس من غير الوش دوت. الجهاز ده بحالة المصنع بالوش بتاعه الأصلي. الراديو دوت اسمه RF شرطة 3000. ده راديو ناشونال متعدد الموجات FM وM وSW. وزن الراديو 5 كيلو 700 جرام، 5 كيلو 700 جرام. عرض راديو 36 سنتي في ارتفاع 25 في عمق 14، صنع في اليابان. ونشوفه مع بعض. از راديو از ناشونال، راديو مالتي باند اف ام اند ام اس دبليو، موديل ار اف داش 3000 بي، ميد ان جابان. الجراب اهو، جهاز بحاله المصنع اهوت. طبعا ده بيركب كده اهو. ان شاء الله ده بعدك، والله ده بعدك. وسمعنا كلامهم وعرفنا كلام يروس في جنة. دار الإفتاء المصرية تطلق صفحة خاصة بمناسك الحج. اكسابلو سنتوس اسكوبيفتوس نجاح. وهل انت شايف ان انت كده نجحت ولا لسه عايز تنجح اكتر؟ فترة الراحة التي منحها دي. احنا كل يوم بنتمنى اتخاف من ضعف الناس بتغني معايا عقل اغرب حي ثنائي الحياة كريمة والحساب الموحد 4500. حلمي النملة اشتغلت في رفح بما فيها مستشفى ميداني للهلال. حبيبي مهما يغيب جوا جنب لانجو بانكو بي وانا رانجو انجيلا بانكو بي وانا. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده راديو ناشونال بحاله المصنع اهوت. الموديل بتاعه ار شرطه 3000 بي، كل الموجات شغاله، صنع في اليابان. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم ونتقابل في الفيديو. شكرا.